انا عايز اقول لحضرتك برضه، لو جينا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنقدمها لقناه السويس طبعا هو التحول الرقمي، او من ضمن الخدمات يمكن انا ما اتكلمتش عليها، لكن هي خدمه مهمه جدا من 2020 واحنا بدانا في موضوع التحول الرقمي كمؤامره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن للدوله كلها التحول الرقمي. واحنا فعلا كنا تحولنا من يناير 2020 او من يناير لغايه يناير 21 احنا كنا خلصنا موضوع التحول الرقمي. الحقيقه ان ده فادنا ان احنا بنعمل خدمات برضه بتضاف للسفن غير الخدمات اللي انا قلتها، يعني موضوع الحجز بتاع السفينه ان هي جايه، انا بعرف ازاي ان السفينه جايه او عايزه تخش تعبر قناه السويس. كان الاول لازم يجي قبلها بخمس ايام اربع ايام ويدي للتوكيل بتاعه، والتوكيل يجيب ورق وندرس هنا ونعمل دلوقتي بقى هو بيحجز على موقع الهيئه بالتحول الرقمي قبل ما يوصل، قبل ما يتحرك من بلده، انا حاجي في التاريخ الفلاني الساعه كذا عايز اخش في قناه السويس في ثاني يوم، وبالتالي بيجي قبل ما يخش حوالي 6 ساعات او 7 ساعات او 8 ساعات بكتير قوي. ودي طبعا وفرت له مجهود ووقت ووقود وكل حاجه، وفرت للبضاعه برده وقت ان هو كان بيفقده في عمليه الانتظار عشان مجرد يخش قناه السويس. فدي كانت من الخدمات المهمه جدا، خدمات الحجز المقدم اللي احنا بنعملها. برده احنا بندي مثلا للسفن الرحلات بتاعتها رحلات طويله، بنقول على الرحله الطويله بديها تخفيضات زي اللي جاي من الساحل الشرقي الامريكي، زي اللي جاي من غرب اوروبا. فخدمه الخدمه الطويله دي او التخفيض بتاع الخدمه الطويله كان برده بعد ما بينفذ الخدمه بيبعت جوابات ان انا الرحله بتاعتي كانت طولها كذا وانا خدت مشوار طويل عشان اجي قناه السويس، وبالتالي عايز تخفيض. دلوقتي برده بتعمل مقدمه ان هي ده خدمه الحجز للصيانات اللي احنا قلنا عليها اصلاح وصيانه السفن في الترسانات بتاعتنا، بقت برده دي موجوده على موقع الهيئه في التحول الرقمي، والراجل بيخش على موقع الهيئه ويعمل عمليه الحجز. فدي من ضمن التحول الرقمي اللي احنا عملناه. التحول الرقمي برده فادنا في ان احنا عندنا 16 محطه مراقبه بطول القناه، زي ما قلت في حدود تقريبا كل 11 كيلو او 12 كيلو في محطه، دي بتراقب متابعه السفن وهي بتعبر قناه السويس، وبتحافظ مع المرشد على المسافات ما بين السفينه اللي قدامه والسفينه اللي وراه والسرعات، ولو عنده مشكله بيبلغ المحطه دي ان اقرب محطه ليه وبيعبر جنب المحطه يقول له انا عندي مشكله الفلانيه، عايز اغير حاجه في المركب، عايز اغير نفس ابطال المركب، ممكن عايز اغير مرشد، انا مش مستريح مع المرشد، بيتم ما فيهاش مشكله. يعني احنا عندنا السفينه يعني عميل ولازم نحقق له رغبه، ساعات فعلا بتحصل ساعات ما يتفقوش مع بعض، يحصل كلاش في اول الرحله يقول لك انا عايز اغيره، فدي برضو بيبلغ المحطه دي ان هو على اتصال بقى بالاجهزه مع ابطال المركب ومع المرشد. خدمه الاسعاف اللي احنا بنقولها بناخدها برضو عن طريق المحطه دي، وتواجد خطه القطر، خطه الانقاذ، كل ده عن طريق برضو اتحولت لتحول رقمي، ما كانتش بتحول رقمي قبل كده. يعني كان كل سفينه بتعبر قدام كل محطه بيقول له انت الزمن بتاعك دلوقتي كذا، انت المفروض كنت تعبر في زمن زدت عنه دقيقتين او 3 دقائق، لان الكونفوي كله مربوط ورا بعضه تقاطر، مفيش سفينه بتعبر السفينه التانيه، فكل سفينه مربوطه بالسفينه اللي وراها واللي قدامها، وبالتالي ليه سرعه محدده عشان يفضل يحافظ على المسافات دي ويعبر قناه السويس في 11 ساعه. فبالتالي المحطه بتبقى مراقبه بالموضوع ده، وبتقول لا خلي بالك انت لما وصلت عندي هنا كنت متاخر، لما وصلت انت جيت بدري، وبالتالي ضميت المسافه بينك وبين السفينه اللي قدامك وفتحت المسافه بين اللي وراك. فكل ده كان الاول بيعملوا له ازاي بقى؟ تخيل انت كنت بتعمل ازاي؟ ورقه كبيره كتب عليها ويطلع على الشباك يوريها له كده للمركب يشوف. فدلوقتي بقى بتجيله على الجهاز. فالخدمه دي من التحول الرقمي، ففي مميزات كتير جدا للتحول الرقمي، وانا حبيت اشير اليها لان فعلا كانت نقله حضاريه كبيره. علاوه على احنا بقى هنا كل ادارات الهيئه كلها خلاص بقت دلوقتي مربوطه بالتحول الرقمي، بيتصلوا ببعض على اجهزه. انا البوسطه بتاعتي اللي بتجيلي بعد ما كانت بتيجي بوسطه ورقيه قد كده بتجيلي على التاب، بخلصها في وقت وجيز وبشيل التاب معايا، ممكن وانا بتحرك حتى لو عندي ماموريه في القاهره بيبعتوا لي البوسطه بدل ما على التاب، بدل ما كانوا برضه يحفظوها لي ويشيلوها لي. فالتحول الرقمي الحقيقه فادنا جدا، انا اعتقد طبعا افاد الدوله بصفه عامه يعني بنسبه كبيره. وكل يوم بتخش خطوط جديده، يعني احنا بنتكلم على الخطوط، يعني زي ما قلت لحضرتك ان السفن الساحل الشرقي الامريكي دي اللي ما كانتش بتعبر عندنا اصبحنا بقينا احنا العميل الاول ليهم، بعد ما كناش العميل الاول بعد ما عملنا التخفيضات دي والخدمات اللي احنا بنقدمها اصبح، لكن احنا مثلا بنتعامل مع مستثمرين اجانب في شركات احنا بنعملها معاهم، زي مثلا انتي بوليوشن اللي احنا بنعمل معاهم خدمه جمع المخلفات الصلبه والسائله من المراكب قبل ما تخش قناه السويس، فبنعمل شركات معاهم بحيث نعمل عمليه الاستثمار في هذا الموضوع. برده موضوع التمويل بالوقود مع شركات اجنبيه، بنتعامل مع شركات اجنبيه وبنتعامل مع شركات مصريه كمان، زي ما قلت ترسانه جنوب البحر الاحمر مع شركه انكرز عشان بنعمل مصنع البتروكيماويات دي مصريه، فيعني احنا بنشتغل مع ده اللي بيبقى فيه الفايده ويضيف عائد مضاف لقناه السويس.